تتحرك من هنا قبل ما اجي. أكرم زهني منين؟ أكرم زهني مين؟ تعرف أكرم زهني منين؟ أيوة افتكرت، ده واحد من أمناء تنظيم العاصمة. دفع لك كام يا حبيبي عشان تبيعني؟ يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. يعني خدت منه كام؟ عشان تخش بيتي وتسرق ورقة وتديهوله. ما تحاولش تنكر! عشان أكرم بعت لي كل حاجة على مكتبي، فاهم؟ دفع لك كام؟ كل حاجة بقت فلوس فلوس فلوس! دفع لك كام؟ قبضت كام؟ أخدت إيه؟ أنت! انت دفع لك كام؟ استنى دفع لي كام يا خالي؟ ماشي فورا. نبعت للشركات اللي بتتعامل مع اسرائيل ونشتري منها. يا سازن تشريط مرابه وما عمل له مونتاج عشان يصطادوني بيك يا حيوان يا حيوان. ايه اللي حصل؟ اسال ابنك اسال ابنك. اول مره اشوف دموعك يا محمود. الخيال من الغريب زي مسعد او غيره سهلة ومقدور عليها كتير، لكن من ابني الناس اللي بنحبهم يحبونا غطا بنتدفى بيه من البرد، امان من الخوف والزمن، مش خنجر يجينا من الظهر. عايل يا محمود اكرم زوني ضحك عليه. عرف يوصل لبيتي واخواتي. ايه كل العداوة اللي بينك وبينه ديت؟ انا متهيالي انه عنده استعداد يقتل بس علشان يضرك. عارف ليه كل ده يا محمود؟ الحكاية دي بطير. اسمع يا مصعب. امورنا باشا. البضايع الصب بالفحم والحديد الخام والحبوب، عايزك تقف على شحنها بنفسك. العمال اللي موجودين منهم اللي جديد ومنهم اللي حرامي، مش عايز هدر. من عناية الاثنين. دي فلوس ناس. بعدين بقول لك ايه، فاهم العمال ان انا حرواقهم وحديهم عائد تشيل محترم لو فرغوا شحنوا بسرعه. مش عايز ادفع غرامات تاخير زي المره اللي فاتت ولا يحصل لي ديتنشن زي اللي حصل. عمر اللي حصل ما هيتكرر تاني. امر بحاجه تانية. لا يا حبيبي مع السلامه. سلام. عملتوا ايه مع خواجه بلو؟ غبي جدا، مش عايز ينزل السعر خالص. سيبوه انا. بس خد بالك ده بعد بكره. ايوه الو. ايوه انا محمود. مين حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. ده ايه الفرصه السعيده دي؟ اقابل سعادتك الساعه 6 بكره في القاهره. حاضر يا فندم، بس يا ريت تعرف العنوان. 6 شارع شجرة الدر الزمالك. وهو كذلك. مع السلامة. مين المهم قوي ده اللي هتنزل له مصر؟ ده اللواء علي زهني. ايه ده؟ بتاع الضباط الأحرار؟ أيوه يا سيدي. ودلوقتي مش عارف ماسك حاجة كده، رئيس مجلس إدارة، حاجة مش فاكرها كده. وهتروح له؟ ولا أقدر أقول لأ. أنا اخترتك يا محمود من بين كل رجال الأعمال لأنك وطني وشاطر وتستاهل إن احنا نقف جنبك. ده يا شرف كبير يا فندم. بص يا محمود، الحكومة بتطلع شحنات لبلاد احنا بنساعدها، أفريقية وآسيوية. الشحنات دي بتطلع بالأمر المباشر، عبارة عن مواد غذائية، قطع غيار، ملابس وأسلحة.
معظم الامر المباشر ده هيبقى لشركتك. شركتي انا؟ ده شرف كبير يا فندم. شرف كبير وكمان شغل كبير. تحت امرك. اهم حاجه في شغلنا يا محمود السريه المطلقه. طبعا انت مش محتاج ان انا اوصيك. امر. في حاجه كمان، انا عايز خبرتك اللي انت اكتسبتها من شغلك تعلمها الواحد يهمني انه يشتغل معاك. مين يا فندم؟ يا اكرم. اكرم افندم. يا بابا اكرم ابني محمود بيه. اهلا يا فندم. اكرم في اخر سنه في كليه التجاره، واحب ان يبقى زي اخوك الصغير. يا بخت من وفق نصيب في الحلال. ما احنا وفقنا وما شفناش حاجه. يعني ما شفناش حاجه؟ محقق محفوظ. ماشي. The best and the cheapest is Mr. حسين. سلام بقى. سلام ابو الخير كله. اوعى تشوفني في المينا وتسلم علي. اسلم عليك ليه؟ ده حتى كتر السلام يقل المعرفه. سلام. انت بقالك معانا هنا قد ايه يا اكرم؟ حوالي سنه يا فندم. اتعلمت فيها حاجات كتيره، وبقيت عارف كل صغيره وكبيره في الشحن والتفريغ. ها، البركه في سيادتك يا فندم. بس في حاجه بقى انت ما اتعلمتهاش لسه. اللي هي ان مفيش حاجه في شغلنا هنا بتستخبى، واي حاجه بتحصل في الشركه باخد عنها خبر. مش فاهم. مش فاهم. من غير لف ولا دوران بالتسلاف التشيكي. ماله يا فندم؟ اللي وديته للدهشان. انا اسمع يا اكرم، بلاش الحبه دول، بلاش الحبه دول. الراجل جالي هنا وحكى لي على كل حاجه. ده راجل كذاب. اسمع يا اكرم، انا شاري خاطر سياده اللواء. الحركه دي لو اتكررت تاني ليا حساب تاني معاك. اتفضل. بالمناسبه، عشان الحركه دي فلوسك من عموله التشييل بتوع الشهرين اللي فاتوا انساهم. لا يا فندم، ده حق. لازم تنقرس علشان تتعلم، وما تعضش الايد اللي بتوكلك. روق بقى يا ابن الناس الاكابر. هو خلى فيها اكابر؟ ده بيعاملني زي الشغال بتاعه. معلش، هو عصبي لكن طيب. طيب ده خصم مني كل مكافاتي. طيب يا صبري. طيب انت هتقول لي امثال. انا بدي احكوا معاك عشان تروق وتهدى وتشوف الموضوع ده حل. حل ازاي بقى يا عبقري؟ خد فلوسك، خد فلوسه. انت هتقول لي فوزير؟ ما تنطق. عمري ما انطق لما اشوف ورق البنك نوت قدام عيني. ولعلمك بقى، انا ما بحبش الفلوس، انا عايز بس حاجه من ريحتك. طب مش تقول كده. تلاتة بالثانية هكون عندك، انت عارف مواعيدي خالص. اوكي. مع السلامة. استعجل على فين كده يا محمود؟ في راجل خواجه مستنيني عشان في عقد متأخر. تعرف الخواجات يا مسعد معاتهم بالثانية. طب حضرتك بس مضن على الورق ده الأول. بكرة يا أخي. لا مش بكرة، ده أنا اليوم بتاع البضاعة الجديدة اللي وصلت عشان أقبض فلوسها بكرة. معلش. معلش معلش. شو سلامة عليكم. سلامة يا محمود بيه. سلامة يا باشا. سلامة يا باشا. الو، انا كده جاهز، معايا ورقه ممضيه على بياض من محمود بيه. ماشي يا اكرم باشا. محمود، انت سحبت 10,000 جنيه الاسبوع اللي فات. انا بنك بقى تختار بكده؟ ما حصلش. تعالى معايا. انا ما بعدش حد يصرف ولا مليم، ولا عملت توكيل لحد. وانا من امتى يا اخي بعمل توكيلات؟ بقول اللي بيصرف يا هو انا يا كمال يا علي. اسمع، شوف شوف صورة التوكيل اللي عندك. جالك؟ اقرا الاسم اللي على التوكيل. مين؟
اكرم علي زوني مصور، بقول لك مصور. اوكي انا هاجي لك بكره. ده حق اللي انت كلته عليا. هو بالعافيه يا علي بيه. انا عامل خاطر لسيادتك بالراحه عشان نعرف نوصل لحل. انا ما حدش يضحك عليا، وبعدين انت كسبان فلوس كتير قوي من ورانا. انا طول عمري بكسب، ما كنتش من سنك انت يا اكرم. سيادتي لو انت ما رضكش كده انا وقفت جنبه، ما كنتش ده جزاتي في الاخر. خلاص يشيل هو 5 ويرجع لك 5. ولا مليم يا علي بيه. ما تبقاش عنيد. لو هخش السجن، شوف لو هخش السجن ما حد يشيل دراعي ابدا. ما تقولش الكلام ده بقى، انت مش قده. لا ده انا قد وقدودي علي بيه، وانا اعرف اجيب حقي واجيب فلوسي كويس قوي. في قانون في البلد وفي نيابه، ولو على البلطجه برضه مفيش مانع. عممه كل مراكبنا، ما سووش غير المركب القديم. يا حول الله يا رب. ده شغل علي زهني ده. والحل يا محمود؟ بلاش وقعد في البلد دي. بس فرغط كده. لا هنوصلك لحد ما تركب. معلش عشان الحد، محدش عارف هنشوفك امتى. الله 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 الله. يلا ايه النغمه الجديده دي يا سعاد؟ الرجاله يلا الرجاله ما تهزهاش اي ريح. ريح بعدين، انا مسافر امريكا يعني اشوف الدنيا فيها ايه. شهرين ثلاثة بالكتير وابعت لكم تحصلوني، ومعاكم يوسف. اتكل انت على الله واطمن على يوسف، ما تقلقش. عارف ابو كمال، امسك نفسك عالي مش كده. وبعدين اوعى تفكر ان حسيب طاري، والبلد اللي انا خارج منها مطرود دي هنرجعها واحنا راسنا مرفوعه فوق. اعرف حاضر. السيد جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية. أنا مواطن مصري هاجرت بعد أن أممت شركاتي، ولكن هناك ظلم وقع علي، ومرسل لسيادتكم كل ما يفيد بخصوص من ظلمني، السيد اللواء علي زهني. خير يا ابني؟ أنا آسف يا فندم، ده قرار أحالة نيابة الأموال العامة. كما حكمت المحكمة حضوريا على علي زهني السيد بالإقالة من جميع مناصبه والسجن لمدة 7 سنوات. لا موتوا يا محمود يا مصري. ياه، كل ده بينكم؟ هو متخيل ان انا سبب في موت ابوه، ما يعرفش ان هو السبب. واخوه راح فين؟ لا اخوه ده حاجه تانية خالص، سافر امريكا وكمل تعليمه هناك، ودلوقتي بقى خبير في الامم المتحده. يا سبحان الله، نفس الاب ونفس الام، واحد شيطان والتاني ملاك. ارتحت لما حكيت؟ ارتحت علشان معاكي. يوسف اخباره ايه؟ اوه فكرتيني. ايه مالك؟ هذا موضوع كده لازم احله. ايه ده؟ راح فين يا مصطفى؟ يا بابا مصطفى مصر ان هو يرجع لفوشي. ايه الحاجات دي يا بابا؟ دي من كل حاجة اتنين، واحدة ليك وواحدة لمصطفى. شفت بابا بيحبك قد ايه؟ انا غير هدومك
عشان نتعشوا سوا. يلا انت هتسمع الكلام ده ولا اشخط فيك زي الصبح؟ ما تزعلش مني يا مصطفى. انا قلت لكم ما نعديش حسين الدهشان. طب نروح له؟ رحت له ورفض. طب هيستفيد ايه؟ هو ما عندوش مراكب كفايه والعرض مش هيرسى عليه. هتلاقيه طبخها مع اكرم. يعني احنا لعبنا على حصان الخسران؟ واحنا كان بايدينا ايه؟ احنا خسرنا الجلد والسقط، مراكبنا اتكلفت الشيء الفلاني وهتفضل واقفه، يعني كده هنفلس. طب ما نروح لاكرم. اسمعني يا عصبي، الشركاء بتوع محمود طالبين مني ان الاقي واحد يمول وياخد 60% من الارباح، وبصراحه انا ما قداميش غيرك. سبق وقلت لك يا اكرم انه انا تحديدا ما اقدرش. ايوه بس انت هتشغل فلوسك 3 اشهر وهتكسب كتير قوي ان شاء الله، حتى عن طريق وسيط. افكر وارد عليك بكره. مش بعد بكره، عشان نلحق نقدم العرض ثاني وناخد الموافقه. اوكي شكرا. مع السلامه. مع السلامه. شكرا. ها بقى ايه رايك؟ الراجل عين في النار وعين في الجنة. بس يا رب يوافق عشان بعد الحرب اللي عملناها دي ما نطلعش من المولد بلا حمص، والا بقى كنا سيبناها لمحمود. بهجة كله الا محمود. خلاص خلاص انا اسف. واحد عايز سيادتك يا بيه. اسمه ايه؟ اداني الكارت ده. السم الحلوة. خليه اتفضل. أهلاً وسهلاً. مرحبا. أهلاً. تفضل. ممنون عبد. بتأسف كتير اجيت بدون موعد سابق. مفيش مشاكل. تشرب ايه؟ أي شيء، لكن شاي. تحت أمرك. أنا اللي شجعني تأجي لعندك صديق إلك من حدانا. حكاني عنك كتير وقال لي إنك صاحب صحبك. مين يا ترى؟ هذا خيك طنوس الأشقر. أخويا وحبيبي. هذا كمان خيي وحبيبي. ليك نور عيني، أنا بشتغل بالبحر والمراكب، عندي بعض المصاري بدي استثمرها هون بمصر، بس بدي حدا من قبلي يكون هون. إذا فيك تساعدني بهالشي بكون ممنون لك كتير. أنت راجل طيب. هذا من ذوقك، ليش عم تقول هيك؟ عشان جدتي. شرف سيد أكرم، بمجرد ما بيرسي علي الأوفر كفي وبعطيك النص المتبقي. هاي ايه ده؟ هيدي حبيب قلبي ورقة بالمبلغ اللي عطيتك اياه. ما تنسى أنا مني لحالي، أنا إلي شراكة بلبنان. أيوة بس أنا عمري ما مضيت على فلوس. دخيلك فهمه سيد عاصم. ما تخافش يا أكرم، دي حاجة تخصه مع الشركاء. امضي. هيك فينا نقول مبروك لإلك ولإلنا. ما بعرف شو بقول لك سيد عاصم. المصلحة واحدة، وأنت جاي من عند أخ بجد. خلونا في المهم. أنا بكرة هقدم العرض الجديد باسمك. شركة صيدا للملاحة البحرية في أعالي البحار. يا محلاها. مفهوم. أول ما هتجي لي موافقة هكلمك عشان نخلص النيل. دكور. ألف مبروك يا أستاذ بسام. ده جواب الموافقة باسم الشركة بتاعتك. جهز نفسك ومراكبك والناس بتوعك عشان الشحن هيبتدي الأسبوع الجاي. ومفيش حاجة في الدنيا هتقدر تغير الموافقة دي. بحياة الله، عمري ما رح أنسى لك هالخدمة يا أكرم بيك. الله يخليك. حط إيدك في إيدي. والخير هيعم علينا كلنا. ايه ايه اكيد اكيد. ممكن بقى تديني بقيت فلوسي عشان ارجع مصر. انت اخذت النص اللي عم بيخصني، اما النص الثاني هذا بيخص شريكي، بده هو يوافق. يعني ايه يوافق؟ هو فين ده؟ هروح له لبنان ولا ايه؟ لا اعوذ بالله، يحو هون. هون فين؟ تكي دخيلك قولي للباشا يشرف. خير يا أستاذ أكرم، زي ما راقبتني راقبتك.
وزي ما سجلت لي سجلت لك. يعني مش انت بس اللي بتعرف تلعب اللعبة ده يا أكرم. انت عرفت عاصم منين ورحت له ازاي؟ يعرفوا زي كل الناس ما بتعرف بعض يا أخي. وراح له عشان أنا اللي بعته وقلت له يقول له إيه؟ يعني الفيلم ده كله تأليفي. اوعى تكون فاكر نفسك انتصرت. الانتصار عليك حاجة ما تشرفش يا أكرم. لكن في الأول وفي الآخر المراكب هتطلع ومفيش في إيدك أي حاجة تعملها. ساب الناس كلها معايا كوم وحسابك أنت بالذات كنت إيه؟ تكرم عينك حبيب قلبي وأنا بأمرك اللي بدك إيه؟ شو يا أخي شو؟ المسيو مهضوم كتير المسيو أكرم هو مهضوم ألف مبروك يا محمود بيه. الله يبارك فيك. أنا لولا إني عارف إنك راجل دغري وتستاهل كل خير ما كنتش عملت اللي عملته. أنا عارف طبعا. أنا بعد إذنك مضطر أقوم عشان عندي شغل كتير. طب المبلغ اللي اتفقنا عليه وأنا تحت أمرك في أي حاجة بقى. إيه ده؟ مش هنتغدوا سوا؟ هنتغدى كتير إن شاء الله بس دلوقتي مضطر أمشي. على أبو براحتك. مع السلامة. نفس العجينة. على قد حبي ليك لكن بخاف من قوتك وعندك وإصرارك على التحدي. هي الحياة كده عايزة القوة وبس. القوة مع اللي يستاهلها والحب مع اللي يستاهل الحب. ومين اللي يستاهل؟ هل تسمحين لي سيدتي أن أقبل؟ أنا ملكي الرقيقة. هل تسمحين لي سيدتي أن أقطف نجوم الليل كي أصنع لك عقدا؟ بصي أدي الشمس وأدي القمر كلهم تحت رجليكي يا أجمل مخلوقات الله. أنا؟ أنت غير كل الناس غير كل البشر. انت مش طبيعي خالص النهارده يا محمود. اسمعي. اسمع ايه؟ سمع المزيكا دي. مزيكة ايه يا مجنون؟ انا مش سامعه غير بس صوت البحر. انسي صوت البحر. اسمعي معايا المزيكا دي. عارفه دي مزيكة ايه؟ مزيكة ايه؟ زوربا. عارفه بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ يقول حبوا الحياة مهما قابلتوا من مشاكل حبوها وارقصوا وارقصوا. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا ابونا؟ ده يوسف صح؟ مستني شكري؟ اه ويا مريم دي ايه قوي خلصت؟ كل شر قائم من اللي سوى
تاخد شكري وتمشي قدام. خلاص يا مصطفى خلاص، قلت لي الكلام ده 100 مره، بس انا خايف يا مصطفى لحسن شكري ممكن ياخد باله وتخسروا بعض. هخسره ليه؟ احنا ما بنعملش حاجه غلط. بس والنبي يا يوسف، والنبي تاخد شكري وتمشي قدام. خلاص يا مصطفى. بقى اجيب لك شويه كتالوجات للوحات عالميه لفنانين كبار زي فان جوخ. عارفوا القطع ودنه ده؟ اه طبعا سمعت عنه. طب انت جبتهمش معاك ليه؟ لا ما انا شايلهم في البيت لانهم لوحات كبيره. تعالى بقى انا جاي لك عشان اوريهم لك. خلاص هتقعد في كليم وتمسك انفوشك. طب وانا هعمل ايه يعني؟ ما انا بساعد ابويا في الشغل وبذاكر في نفس الوقت. طب وانا نسيتني؟ نسيتك؟ معقوله انساك؟ ده انا مزوغ من المدرسه النهارده مخصوص عشان اجي اشوفك. طب وهشوفك ازاي؟ عشان لما بوحش. ازيك يا مريم؟ اهلا طنط مات. اهلا حبيبتي. انت هنا لوحدك؟ لا معايا اخويا شكري. يا شكري شكري. اه افتكرتك لوحدك. سلمي لي على ماما. حاضر. قلبي كان هيقف بس انت ما تعرفهاش، توقعتيه. انا بحملك مسؤوليه اللي حصل ده يا عاصم. المسؤوليه مشتركه يا عزيز. انت اللي جبت لي بسام، عشان كده انا وثقت فيه. انا سلمتك الراجل، لكن المعلومات دي لعبتك. ايوه بس انت عارف ان ما كانش في وقت. عموما السوق مش مكسب على طول. بس مش في الصفقه دي، وانت عارف ايه كويس. محمود مش سهل. ما انا عشان كده جيت لك من الاول. اكرم الخيانه دي من ناس تبعك. لا انا محدش يقدر يخوني. مفيش حد في الدنيا ملوش تمن. ايوه مفيش غيره. يا انا يا هو الغضب والعند بيخلي البني ادم اعمى، مش شايف عدوه من صديقه، ده غير انه مش عارف ايه اللي بيضيع منه لانه مش شايف غير حقده. ودي مش حياه يا اكرم. فلسفتك دي فارغه. باسم الشعب العربي بحاله، باسم كفاحه باسم اماله، باسم الشعب انت حبيبه وحبه في قلبك، باسم الشعب اللي انت حبيبه وحبه في قلبك، باسم تاريخنا ومستقبلنا جاي اطلبك جاي اطلبك. عايزين عايزين. اسفه يا فندم، في ظرف جه لسيادتك مكتوب عليه هام وعاجل. شكرا. سيد فؤاد عبد القادر، في هذا الخطاب حقائق مذهلة تخص السيد أكرم زهني، ولقد آثرت التوجه لسيادتكم لما عرف عنكم من نزاهة واستقامة شهد بها العدو قبل الصديق. خلي أكرم زهني يجيني بكرة الساعة 3، ووصليني برئيس الشؤون الإدارية. أمرك يا فندم. أيوة سيادة العميد، تحضر جواب إقالة لأكرم زهني ويكون عندي بكرة الصبح. بهجت بهجت. خير يا اكرم؟ في حد في المكتب بيخون. بيخون مين؟ بيخوننا احنا. في حد وصل لمحمود المصري كل المعلومات عن خطواتنا. معقوله؟ بقول لك هو اللي مبلغني.
وقال لك مين اللي قال؟ لا ما قالش، هو مغفل عشان يقول. يبقى بيلعبك طبعا. بقول لك عارفين كل خطواتنا. طب وحضرتك شايف الحل ايه؟ التليفونات دي تغيرها وتغير العيادة كلها، والسكرتيرة اللي برا دي تمشيها ولا اقول لك انقلها؟ لكن انا هعرفه هعرفه. حاضر، انا بس مش عايزك تضايق نفسك خالص، انا هتصرف في كل حاجه. على فكره سكرتيره الباشا اتكلمت وبتقول انه عايز بكره حضرتك الساعه 3. ومين بقى ده اللي حظه من السما واستولى على قلب ست الحسن والجمال؟ واحد مدرس زميلي في المدرسه. يعني غلبان يا عيني، وهتقضوها بقى فول وفلافل طول الشهر. الحمد لله يعني رضا. فشل ده، انا عينيا ليك يا فاطمه، افتح لك وافتح له مدرسه مخصوص. مش لدرجه مدرسه يعني، احنا طمعين في شقه اكبر واحلى واجمل شقه فيك يا اسكندريه، وعلى البحر كمان. انت عارف انا كنت عارفه ان انت، والله على فكره هو في الجيش واجازته الاسبوع اللي جاي. خلاص اول ما ينزل حددي ميعاد وانا جاهز. والله العظيم عمتي. ازيك يا عمتي؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني، بس لو كنا وحشناك كنت عبرتنا وجيت. ما انت عارفه بقى يا عمتي المذاكره. ربنا معاك يا حبيبي. ازيك يا درش؟ ازيك يا طنط فاطمه؟ طنط؟ ايه يا حبيبي قولي طنط. اه صحيح، ما انت دلوقتي بقى بقيت من سكان جليم. اكسكيوز مي، كان اي هاف ماي باك؟ يا بنت تقعدي تراعي في ايه؟ معلش يا بيه، اصل طنط عليا ودادي ممكن يلاقوا عليا. شكرا شكرا بطلي. انا حاولت معاك كتير، بس واضح ان دي حاجه في تركيبتك الشخصيه. كنت اتمنى ان العمر يرجع بيا سنين كتيره ورا عشان ما اسمحلكش ابدا انك تتجوز بنتي. يا فندم لا سمح الله. ما تقاطعنيش، انت مثال للبني ادم الاناني نهاز الفرص اللي ما بيفكرش غير في مصلحته بس. اتفضل. جالي الجواب ده مع الورق ده. يا فندم، فندم محمود المصري ده حاله خاصه، مهما عملت فيه او حاولت اعمل فحضرتك لازم تعذرني، الراجل ده كان سبب في موت ابويا. يا ابني مفيش حد بيتسبب في موت حد، واذا كان والدك رحمه الله عليه حصلت له مشاكل فدي كانت من صنع ايديه، واي حد تاني في الحكايه دي كان مجرد عامل مساعد. يا فندم انا مش عاوز اقول كلام اكتر من كده، لان والدك رحمه الله عليه في ذمه الله دلوقتي، هو اللي يحاسبه ويحاسبنا. انما لازم تعرف انه من دلوقتي علاقتك بيا مش اكتر من انك انت جوز بنتي وبس، انما الشغل يا فندم انت ما تنفعش في المكان ده. الو مين؟ ازاي ازاي ده حصل؟ نزل رايح هناك على طول. خير يا فندم؟ فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر.
لازم كلنا نشد حيلنا. كنت بتحبه يا خالي. هو في مصر ما حبوش؟ اختلف معاه جايز، نزعل، نرفض قرارات، نسافر، نرجع، بس كلنا حبنا، كل واحد فينا حس انه ابنه أو أخوه أو أبوه، لأنه كان مننا وعلينا. سيبك من كلام الجهل والتصنيفات، ده شيوعي، ده إمبريالي، ده معا، ده ضد. أي زعيم جه أو لسه هيجي ويحكم البلد دي جزء من تاريخ البلد والناس. مدام وطني كلنا معاه، لأنه ببساطة منهم، لا هو تركي ولا هو إنجليزي ولا مستوردينه عشان يحكمنا. قوم وقف، شد حيلك، عايزك تاخد حمام تفوق، تنزل تشوف شغلك، تذاكر، تنجح، تبني ملاعب وبيوت وجوامع وكنايس. مصر مش محتاجه دموع، محتاجه دين وعقول. انا اسف يا خالي، اسف.